مرحبا من بلاد الأساطير، ما غيره فيديو جديد عن God of War Ragnarok، أوسع أكثر وأعمق. ما رح نعرف على اللعبة لأنها غنية عن التعريف، بس بالفيديو رح نتذكر القصة وبعض الأشياء الجديدة. خلونا نبدأ. Are you coming with us? عالم الأساطير مليء بالخيال والأسماء والحقائق. لعبة God of War Ragnarok بلا شك واحدة من أساطير ألعاب الفيديو وحصرية البلاي ستيشن العريقة اللي منافسينها بيحسدوها عليها، ما بس أنه بتدور أحداثها في بلاد الميثولوجي، لا، لكن هي كلعبة شاملة ولها تاريخ عند اللاعبين. آخر جزء للعبة كان في 2018، وبعد طول انتظار والمطورين شغالين على الجزء التالي تحت عنوان Ragnarok. الجزء هاد بتوفر على جهاز البلاي ستيشن 4 والبلاي ستيشن 5. هالاسم ممكن يكون مألوف عليكم، تراود في مجال وسائل الترفيه بعديد من العناوين كأفلام في السينما والكتب وألعاب الفيديو، مثل الكوميك الكوري راجناروك اللي ممكن تعرفوه واللي بعدها صار لعبة اسمها راجناروك أونلاين، وفيلم مارفل ثور راجناروك المعروف طبعا، وأيضا مسلسل اسمه راجناروك على نتفليكس. مثل ما شايفين الكلمة مستخدمة من قبل، لكن لما الاسم يرتبط باسم فخمة اللعبة God of War فمعناها اعزائي المشاهدين انتوا على موعد مع ملحمة اسطورية باللعبة بمعنى الكلمة. Fear and doubt are a burden too heavy to bear. Remember this. You are not alone. مكان هذا الجزء واللي قبله للعبة بيدور بزمن الاساطير الاسكندنافية او كما تعرف بالميثولوجيا النوردية، وهي مجرد معتقدات وحكايات وأساطير لقبائل الجرمانية، وهي قبائل عاشت في شمال أوروبا من ضمنهم الفايكينج اللي لاحقا صارت دولة النرويج، السويد، الدنمارك وفنلندا. والميثولوجيا النوردية فيها أشعار وأدب ومصطلحات، من ضمنها كلمة راجناروك معناها مصير الآلهة الخيالية، وهو مصطلح يمتد لسلسلة من الأحداث المشوقة اللي رح تودي للمعركة النهائية بين الآلهة والعمالقة وعدة رموز مهمة من كبيرهم لصغيرهم، من بينهم زعيمهم أودين وثور صاحب المطرقة ولوكي المحتال والباقيين طبعا. ورح تودي المعركة لدمار هائل لنهاية العالم وولادة عالم جديد أفضل. هاي المعركة راجناروك في القصة أو الأسطورة تنبأت فيها عرافة اسمها بولسبا، لما زعيم الآلهة الخيالية أودين عطاها قلادته وخاتمة لتحكي له شو راح يصير في المستقبل لفضوله بمصيره ومصير غيره. مع انه اسم اللعبة راجناروك اللي بتدل على نهاية العالم مثل ما بتقول الاسطورة، لكن بالحقيقة القصة شبه خاصة من جهة كريتوس وابنه اللي بتدور احداثه في زمن ومكان راجناروك، يعني التركيز ما على الحدث بذاته لكن على كريتوس وابنه بتلك الفترة. بس سؤال ممكن يكون على البال، كنا بنعرف كرياتوس الشخصية الرئيسية هو بالحقيقة أسطورة إغريقية من أبطال اليونان، شو علاقته بالأساطير الإسكندنافية وكيف صار هناك؟ نتذكر السردة والحكاية من البداية لنعرف شو صار. من بداية القصة في سلسلة اللعبة وشخصية كرياتوس أساسها في الإغريق اللي هي اليونان حاليا، كرياتوس كان مجرد محارب قوي وما عنده صفة إله. بأحد المعارك الحاسمة والصعبة قارب كرياتوس من الهزيمة وعلى وشك أنه يموت، فطلب طلب من إله الحرب اللي اسمه آرس أنه يعطيه القوة ورح يضل طول عمره مخلص ومديون لإله الحرب آرس. آريس! Destroy my enemies and my life is yours. فعطاه القوة ونجا، ومن وقتها سلاح الفوضى انربط على معاصمه. كرياتوس فكر انه بيع روحه يكون بهالبساطة، لكن سرعان ما ندم والقلق بدأ يراوده وحس حاله مقيد، وآرس إله الحرب عارف رح يصير هالشي مع كرياتوس وخطته كانت مسبقة. فآرس عرض على كرياتوس قال له لو بدك تصير حر
ومقاتل خالد لازم تقتل زوجتك وبنتك، يعني كريتوس يقتل عائلته. طبعا كريتوس كان مهلوس وقبل هالعرض وكان شبه لا واعي، بس زاد عليه الكوابيس وظل سنين تحت قوانين آريس رغم قوة كريتوس وحريته. كريتوس قابل آثينا وطلب منها انها تمسح كل الكوابيس من ذاكرته. وافقت، لكن كالعادة ما في شيء بدون مقابل، فطلبت منه انه يقتل إله الحرب آريس. Then the visions, they will end. Complete this final task and the past that consumes you will be forgiven. وهذا اللي صار، كريتوس قتل آريس. من وقتها كريتوس صار هو إله الحرب. بس ما بتكمل مع كريتوس، زوس زعيم الآلهة اعتبر هالشي خيانة، فأرسل كريتوس للعالم السفلي كعقاب. وأثناء تواجده في العالم السفلي اكتشف أن زوس هو أبوه، وصارت معركة قوية بينهم، وكانت هاي نقطة تحول في حياة كريتوس. قرر كريتوس أنه يبتعد ويبدأ حياة جديدة، حاول أنه يتخلص من الكوابيس وسلاح الفوضى اللي كان متقيد فيه بالفترة الأخيرة، بس لا جدوى. راح على أماكن جديدة منها أرض الفراعنة مصر، مشي وأبحر ما يقارب 100 عام مثل ما مذكور في الأسطورة، إلى أن وصل إلى الأراضي الإسكندنافية ويعيش في عزلة لمدة 75 سنة. من هون تبدأ سلسلة الميثولوجيا النوردية بعيدا عن الأراضي الإغريق. من هون تبدأ أحداث God of War 2018. أثناء عزلة كريتوس في الأراضي الإسكندنافية حاول أنه يعيش حياة هادئة ويضبط غضبه ويمسح ذكرياته. وبهاي الفترة قابل امرأة اسمها في، وصار عنده ولد منها سماه آتريوس، تيمنا بمحارب من سبارتا قاتل معاه جنبا على جنب. في زوجة كريتوس ماتت، وكانت وصيتها أنه ينشر رمادها من أعلى قمة في العوالم التسعة. هاي كانت المهمة الرئيسية في God of War 2018. شكلها بسيطة لكن الرحلة صعبة. استغل كريتوس الرحلة بتعليم ابنه انه يصير بطل. You are too quick to temper. You are rash, insubordinate, and out of control. وبعدهم ما بدوا الرحلة، شخص مجهول اسمه بالدور بيقتحم باب بيتهم وتبدأ معركة قوية. You do not want this fight. I'm pretty sure I do. هذا الشخص بيتضح بعدين انه هو ابن اودن، زعيم الآلهة في الميثولوجيا النوردية الاسكندنافية. يعني مثل زعيم الآلهة عند الإغريق زوس. تنتهي المعركة الأولى بينهم، تبدأ الرحلة وبيقابلوا شخصيات وبيمروا بست عوالم من أصل 9 في جزء 2018. وتنتهي المهمة بعد وصولهم على أعلى قمة مثل ما كان هدفهم. ومن هون رح تبدأ أحداث قصة God of War Ragnarok. تجنبا لحرق اللعبة رح نحكي بموجز بسيط على قصتها. أحداث جزء راغناروك شبيهة نوعا ما بالجزء السابق لكن بحجم أكبر، فبإمكان اللاعب التجول بالتسع عوالم بدل الستة. وكريتوس وابنه بمهمة لمحاولة وقف نهاية العالم اللي هي راغناروك، وبنفس الوقت رح يحاولوا يكشفوا شخصية ابنه أتريوس المتقمصة من لوكي. ورح تكون المعارك مع زعماء مثل ثور اللي بيحاول ينتقم لأخوه وأولاده من كريتوس وابنه، وأكيد معركة مع أودين الزعيم. ولأن اللعبة معروفة والمتعة فيها مضمونة وحلاوتها بتجربتها ما رح احكي عليها كتير، لكن ببعض الامور الجديده ومنها المخرج إيريك ويليامز. Hey, do you want to direct this one? And so
That's what I'm doing. I'm directing God of War Ragnarok. هو مصمم اللعبة في جميع الأجزاء السابقة، بس هالمرة صار مخرج لعبة راجناروك. وفي أماكن جديدة أكيد مثل ما ذكرنا، صار بإمكان التنقل بالتسع عوالم بدل الستة. حتى الأماكن اللي كانت موجودة من قبل في الجزء السابق صارت بشكل جديد، مثل ليك أوف ناين اللي تحولت لجليد. God of War Ragnarok ما رح تكون بكبر Elden Ring، بس اللعبة رح تكون أكبر أجزاء السلسلة، مع أنها مانا لعبة بعالم مفتوح بس فيها تسع عوالم مليانة بأماكن سرية. طريقة التنقل رح تكون متنوعة، منها القارب وفي كمان الذئاب. القتال باللعبة صار متنوع، ضافوا عليها كومبوهات وأعداء جدد مثل السحلية العملاقة. ولتختموا اللعبة بنسبة 100% رح تحتاج ما يقارب 70 ساعة لعب، منهم ما يقارب 20 ساعة للقصة. كان من المتوقع أن اللعبة تكمل ثلاثية في الميثولوجيا النوردية، لكن قررت الشركة أن يكون هذا آخر جزء بعالم الاسكندناف. طبعا الملحمة مستمرة. شكرا على المتابعة. ما غير.